اهلا بيكم من جديد. في العاده لما بيستدعي البرلمان احد الوزراء، طبعا ده في غير بلدنا يعني، بيبقى اما بسبب تقديم كشف حساب عن انجازات الوزاره بتاعته، او الحساب عن خطا ارتكبه الوزير خلال فتره ادارته للوزاره. وبعدها اما بيطلع مجلس النواب يقول لنا ايه اللي حصل، او بنشوف ان الوزير قدم استقالته، أو الحكومة قررت إقالة الوزير بسبب ما فضحوا النواب تحت قبة البرلمان. ده بيحصل في برلمانيات العالم كله إلا عندنا. شفنا وزراء بيروحوا مجلس النواب بعد طلبات إحاطة، بيقف الأعضاء عشان يسقفوا لهم ويشيدوا بإنجازاتهم واللي عملوه، رغم أن المواطن بيموت مثلا على واحد من طرق الموت لو هنتكلم بطبيعة الحال عن ملف النقل والمواصلات، واللي النهارده قدرا معالي وزير المواصلات المهندس او الفريق كامل الوزير كان ضيف على مجلس النواب، ودي المره الثالثه او الرابعه اللي بيزور فيها كامل الوزير مجلس النواب، وبطبيعه الحال بيكون بعد كل مصيبه. تخيلنا بقى يطلع كده بيان معتبر عن المجلس يقول ان السيد كامل الوزير فشل في اداره ملف الطرق والكباري ووزارة النقل على مدار الكام سنة اللي فاتوا، فبلدنا ما زالت في النقطة الحمراء أو الدايرة الحمراء لواحدة من أعلى الدول من حيث الحوادث، أعلى 10 دول من حيث الحوادث بلدنا موجودة فيهم. رغم كل اللي اتعمل، كل ما تيجي تسأل الحكومة فين التعليم يقولك بنعمل طرق وكباري، فين الصحة استنى علينا لما نخلص الطرق والكباري، فين البنية التحتية للمواطن، فين رغيف العيش، فين باقي الخدمات، البحث العلمي، يقول لك بنعمل طرق وكباري. طلع علينا النهارده كامل الوزير تحت قبة البرلمان عشان يقول ان معدل الحوادث ليست مرتبطة بجودة الطرق والكباري فقط، واتمنى الوصول لصفر حوادث. يعني تشعر كده ان كامل الوزير النهارده جاي عشان يقول لنا معلش كل الفلوس اللي احنا دفعناها الكام سنة اللي فاتت على الطرق والحوادث ملهاش علاقة، على الطرق والكباري ملهاش علاقة بكمية الحوادث اللي بتحصل كل يوم. ما احنا كنا بندفع فلوس ليه يا سيادة الفريق؟ دفعنا ليه لحد النهاردة أكتر من 1,300,000,000,000 جنيه على الطرق والكباري عشان تيجي النهاردة تقول إن الموضوع ملوش علاقة بعدد الحوادث؟ امال أنت بتعمل طرق وكباري ليه؟ من أجل إنك تعمل طرق وكباري، ولا بتعمل الطريق عشان تقدم خدمة أفضل للمواطن، تحافظ على صحته، ما نشوفش الدائري لسه بيقف والمحور لسه بيتعطل والزراعي بيقف بالساعة والاثنين والصحراوي بيقف بالست سبع ساعات، لكن كامل الوزير طالع النهاردة عشان يقول أنا ماليش دعوة. بعد كل الفلوس اللي اندفعت، بعد أكتر من 7000 كيلو طرق وكباري اتعملوا خلال الثمان سنين اللي فاتوا، بعد كل الانجازات الوهميه اللي الحكومه بتتكلم عنها، طالع كامل الوزير بيقول ماليش دعوه والناس هتفضل تموت والحوادث هتفضل تستمر، ده رغم كل الفلوس اللي احنا دفعناها. بعض من الساده النواب ويمكن يعني بعض من الساده النواب بداوا يتكلموا النهارده قدام كامل الوزير، منهم مثلا اللي قالوا بعض البرلمانيين لوزير النقل ان بعض الكباري لا حاجة لها ولم نخرج من الدايرة الحمراء لمعدلات الحوادث والطرق، وده اللي المفروض يتقال. لكن المصيبة السوداء لما يبقى عندنا واحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ويطلع يقول لكامل الوزير انه احدث نقلة حضرية في قطاع النقل، ده اللي قاله علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. المواطن بيموت كل يوم على واحد من طرق الموت، طرق الموت النهاردة بقت موجودة في عموم المحافظات، اللي بيركب قطر بيموت، واللي بيركب عربية بيموت، واللي بيركب عبارة بيموت، واللي بيعدي من على كوبري بيموت، واللي ماشي في حاله بيموت، واللي قاعد في بيته بيموت، كل ده بسبب حوادث الطرق والكباري ومشاكل النقل في البلد. لكن يطلع علينا علاء عابد رئيس اللجنة بقى اللي هي المفروض اللجنة اللي جايبة الوزير عشان تحاسبه، عشان تسأله انت ليه عملت كده، عشان تسأله فلوس الطرق والكباري راحت فين، عشان تسأله ليه كوبري زهراء المعادي اتعمل واتشال بعدها بشهر، عشان تعرف ليه النهاردة بهد بيوت المواطن ومصالح المواطن عشان اعمل طريق وكوبري، ليه القطر بتاعنا بيتأخر ساعتين وثلاثة واربعة،
للقطورة الجديدة اللي لسه جايبينها من إيطاليا وألمانيا بقالها أقل من سنة بتعمل حوادث وتتحرق وتنزل من على السكة الحديد. ليه الزحمة زي ما هي؟ ليه المشاكل زي ما هي؟ فيطلع رئيس اللجنة ويقول معلش الراجل بتاعنا زي الفل وأحدث نقلة حضارية في قطاع النقل خلال الكام سنة اللي فاتت. كلام كامل الوزير ده بقى بيضرب كرسي في الكلوب للكلام اللي قاله عبد الفتاح السيسي قبل كام يوم لما قال عملنا 7000 كيلو متر من الطرق، 7000 كيلو متر من الطرق الجديدة و13 محور و900 كوبري ونفق، ده إنجازات وزارة النقل خلال 8 سنين. الإنجازات دي كامل الوزير النهاردة بيقول لنا ملهاش أي 30 لازمة. 7000 كيلو متر و13 محور و900 كوبري، النهارده كامل الوزير تحت قبه البرلمان بيقول معلش انا اسف الحاجات دي اتعملت من غير دراسه، الحاجات دي اتعملت عشان نقول عندنا طرق وكباري، الحاجات دي اتعملت لان تقريبا احنا معمول لنا عمل ومدفون تحت واحد من الطرق فاحنا عمالين بننبش الطرق عشان نغيرها وندور على العمل، لكن المواطن هيفضل يموت، الحوادث هتفضل زي ما هي، هنفضل في الدايره الحمراء لاكبر لوحده من اكبر عدد الدول او نسب الحوادث في العالم، ارتفاع اعداد ضحايا الطرق رغم تطويرها. ده حسب بيان رسمي للمركزي للاحصاء والتعبئه واللي قال ان عدد الحوادث زادت ما بين 2021 و2020 بنسبه 15%. رغم ان انفاق الدوله على الطرق والكباري زاد ما بين 2020 و2021 بنسبة 280% إلا أن الحوادث زادت بنسبة 15%. فبقى عندنا سنة 2021 فقط 7101 حادثة، 7101 حالة وفاة، آسف 7101 حالة وفاة في 2021 مقابل 6164، ده حسب كلام المركزي للإحصاء والتعبئة واللي قال 15% زيادة في وفيات حوادث الطرق، في حين أن الإنفاق بيزيد. مفروض لما تدفع أكتر على الطرق والكباري الحوادث تقل، لكن أنا بدفع أكتر في نفس الوقت الحوادث والمشاكل بتزيد، بصرف أكتر في نفس الوقت الوفيات بتزيد بنسبة 15%، بجيب ديون من بره بالفايز وبشتري قطورات من بره وعمال أقول عملنا إنجاز وفي نفس الوقت المواطن بيدفع حياته، ده معناه إن أنا شغال غلط. قولا واحدا العيل في ابتدائي لما تقول له أنا عمال بدفع والمواطن بيموت، عمال بزود والمواطن مش عارف يتحرك، هيقول لك معلش حضرتك شغال غلط، سعادتك شغال من غير دراسة جدوى، سعادتك بتعمل طرق في الأماكن الغلط، سايب الأماكن اللي فيها مشاكل وبتعمل طرق في الصحراء، سايب الكباري اللي عايزة تتزال وتتهد ويتعمل لها تطوير وبتروح تعمل كباري في حتت مش محتاجة كباري، سايب الأماكن اللي محتاجة محاور عشان زحمة وبتروح تعمل محاور على حساب المواطنين، المرج لوحدها بتعمل فيها 7 محاور، ليه؟ محدش فاهم. أرقام مرعبة، حوادث الطرق في بلدنا خلال الكام سنة اللي فاتت بيقولوا إن إحنا ضمن أعلى 10 دول من حيث الحوادث في البلد. عندنا محافظات بتحقق رقم قياسي في عدد الكباري ومنها محافظة الدقهلية. الدقهلية بقى بمراكزها بالمنصورة بمئة غمر، تلاقي إن الدقهلية لوحدها ده طبعًا الإنفوجراف بتاع يعني الحوادث بلدنا بين أسوأ 10 دول في العالم، عندنا تقريبا حجم الخسائر المادية خلال العام اللي فات أكتر من 30 مليار جنيه أو 30 مليار و200 مليون جنيه، ده خسائر مادية فقط. 1720 مركبة باظت، 11000 حادثة، 3747 حالة وفاة، 13000 أو 14000 مصاب، 48 إصابة يومية، 10 إصابات أو 10 حالات وفاة يومية، نسبة الوفاة 26 وفاة لكل مصاب، ده حسب بيانات رسمية للدولة المصرية. وأسباب الحوادث بقى العنصر البشري وعيوب المركبات وحالة الطرق اللي المفروض حتى الآن لم يتم تحديثها أو تغيير. الدقهلية زي ما بقول لحضراتكم تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في حوادث الطرق بإجمالي 12000 حادثة 767، ده خلال العام 2020. تخيل لما محافظة واحدة زي محافظة الدقهلية
يحصل فيها 12700 حادثة في سنة واحدة، يبقى بقية المحافظات عاملة إيه؟ النسبة دي طبعا أعلى من النسبة العالمية. عدد الحوادث في بلدنا تقريبا كل 70 دقيقة بيموت مواطن، كل 70 دقيقة عندنا مواطن مصري بيفقد حياته على واحدة من الطرق اللي الحكومة بتدفع وتزين وتوسع وتكبر فيها. الإنجاز الوحيد بتاع الحكومة، الحاجة الوحيدة اللي المواطن بيصرف فلوس تعليمه وفلوس صحته عليها، هي الطرق والكباري. ورغم كده مواطن بيفقد كل ساعة وعشر دقايق حياة في عموم الجمهورية بسبب فساد الطرق والكباري، بسبب مشاكل النقل والمواصلات، بسبب حوادث الطرق اللي تعتبر نسبة ضحايا الحوادث على الطرق المصرية أعلى من المعدلات العالمية، رغم أن إنفاقنا كدولة ضعف معدلات الإنفاق العالمي على الطرق والكباري. ويمكن ده اللي طلع قاله النهاردة كامل الوزير. كامل الوزير النهاردة وكأنه بيتحدى عبد الفتاح السيسي، وقفت كامل النهاردة وقال رغم الفلوس اللي دفعناها الحوادث مش هتنزل وملهاش علاقة بالحوادث. ده بينافي كلام عبد الفتاح السيسي اللي قبل كده قال بندفع من أجل تقليل الحوادث ونحافظ على صحة المواطن. مواطن بيموت ولسه بندفع. وزير النقل النهاردة بيقول معلش احنا دفعنا وهتفضلوا تموتوا زي ما انتوا عايزين. في أغسطس اللي فات كان عندنا 211 قتيل ومصاب في حوادث الطرق، ده خلال اسبوعين فقط من شهر واحد، ده حسب جريدة عكاظ السعودية، يعني مش جريدة الشر ولا قناة الجزيرة، ده جريدة سعودية بتقول ان خلال اسبوع واحد او خلال اسبوعين فقط اسف كان عدد الوفيات والمصابين 211. اما خلال ست شهور فكان عدد الوفيات في بلدنا بيناهز ال 2000 حالة، 1929 قتيل في البلد خلال ست شهور بسبب حوادث الطرق والمواصلات. السبب فين؟ يعني ناس بتوع التخطيط بتوع الاقتصاد يقول لك طالما بتدفع طالما بتنفق وتصرف مفروض المواطن يحس بفرق. ده ألف به إدارة، ألف به قيادة، ألف به إنفاق، ألف به تفكير، ألف به أي حاجة. طالما أنا بدفع النهاردة على مجال الطرق والكباري مفروض المواطن يحس. لكن لما تدفع بدون تخطيط بدون دراسة بالأمر المباشر، اعمل لي فيعمل لك، خد الطريق ده فياخده، قدم لي دراسة جدوى فيروح يشتغل من غير دراسة جدوى، فبقى عندنا سوء التخطيط أبعد المشروعات القومية عن أهدافها. سوء التخطيط اللي موجود النهاردة في كل حاجة، عمل لي مدينة أساس في دمياط وبعد ما صرفنا على مدينة الأساس بتاعة دمياط مش عارف كم مليار طلعنا قلنا معلش ما عملناش حسابها. اعمل لي مشروع طابتين ترع واصرف عليه 70 مليار وبعد كده اقول معلش ما عملش حاجة. اعمل لي مدينة روبيكي اصرف عليها مش عارف كم مليار لدباغة الجلود وبعد كده المدينة فاشلة. اعمل لي طرق وكباري اصرف عليها تريليون و300 مليار جنيه وبعد كده يطلع الوزير النهارده يقول معلش ده ملهاش علاقه بالحوادث. امال انت بتصرف طرق وكباري ليه؟ عمال تعمل طرق وكباري تحت بيوت الناس وعلى حساب اكل عيشهم وعلى حساب حياتهم ليه؟ طالما مش هتقلل الحوادث. فقال لك والله ده سوء التخطيط. فبقى عندنا كوبري زي كوبري زهراء المعادي بعد شهرين من افتتاحه هديناه وعملناه من جديد لانه كان معمول غلط. معلش يعني جل من يسهو جل من لا يسهو. الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه كلفت حضره الضابط فلان، حضره الضابط كلف حضره الضابط، وحضره الضابط كلف المقاول، والمقاول جه عمل الكوبري، والضابط استلم من الكوبري، والضابط الاكبر منه استلم منه، وحضره الوزير اللي هو ضابط استلم منه، وبعد شهرين الكوبري باش فروحنا هديناه وهنعيد الكره من تاني ونعمل كباري. بقينا بنعمل كباري النهارده فين؟ في القاهره. على حساب التاريخ والتراث، على حساب القاهرة القديمة. كباري السيسي بتهدد معالم القاهرة التاريخية. أنا خايف في يوم من الأيام نضطر نهد الهرم أو أبو الهول عشان نعدي محور من المنطقة دي عشان إحنا عايزين نعمل محور في الحتة دي. يعني
بعض الـ 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 الناس اللي بتتكلم عن تدمير القاهرة كارثة، كارثة تدمير كل شيء جميل في القاهرة. وده كان منشور قديم للسيد محمد أبو الغار بيتكلم عن الطرق السريعة والكباري العلوية اللي بتقام حول المدن في الطرق الدائرية، لكن في بلدنا بنعمل الحاجات دي جوه المدينة على حساب المواطن وعلى حساب الحضارة والتاريخ. سؤال عايز أختم بيه الموضوع عشان ما أطولش على حضراتكم، لماذا لم يشعر المواطن بجدوى الطرق والكباري رغم الإنفاق الهائل، رغم الإنفاق ملايين، لماذا تستمر حوادث الطرق المفجعة في مصر؟ سؤال النهاردة بحطه أمام السيد رئيس لجنة النقل في البرلمان، واللي طلع قال ان السيسي عمل اللي قال ان كامل الوزير عمل طفره هائله ونقله حضريه. حطه كمان امام الساده اعضاء مجلس النواب اللي بدل ما يجيبوا كامل الوزير يحاسبوه على الفلوس اللي راحت في الارض دي، والمواطنين اللي بيموتوا كل 70 دقيقه وقفوه النهارده وعمالين بيسقفوا له وكانهم بيديله نشان وبيقولوا له الف مبروك، استمر في حصاد ارواح المواطنين. سؤال بسأله الكامل الوزير اللي النهارده بيقول معلش الحوادث مش هتنزل، رغم كلام عبد الفتاح السيسي ومشاريعه 7000 مش عارف قد ايه و900 مش عارف قد ايه و16 مش عارف قد ايه، مين يتحاسب على الفلوس وعلى ارواح المواطن طالما البرلمان بدل ما يحاسب بيسقف ويطبل وكمان بيوافق، وتحس كده ان هو بيقول لهم روحوا كملوا اصرفوا فلوس المواطن، اقضوا على حياة المواطن، بيبارك ما فعله كامل الوزير خلال السنوات الماضية.